وازيكم اخواتي؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. شرح فيديو النهارده سهل وبسيط كده، لو عايز تعرف الشرح كمل معايا الفيديو الاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه انزل تحت في كومنتات صلي على النبي، ويلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه ندخل على تيك توك زي كده، هتلاقيني مثبت فيديو عندي في الاكونت زي كده. تدخل على الفيديو، هنحفظ الصوت اللي في الفيديو ده ونخرج خالص. بعد ما عملنا حفظ للصوت هندوس على علامه الزائد اللي في النص كاننا هنعمل فيديو جديد، وبعد كده ندوس على كلمه المؤثرات اللي هي على اليمين دي، وندوس على علامه البحث دي زي كده، وهنكتب في البحث سلايد شو. اول ما نكتب كده كلمة سلايد اصلا هتلاقي ايه ظهرت على طول اول فلتر بالظبط، تمام زي ما انتم شايفين كده. هندوس على اول فلتر كده هيظهر معانا بالواجهة دي. ندوس على علامة الزائد ونضيف 20 صورة بالظبط، هضيف الصورة وارجع لكم تاني على طول، وهتلاقي عامل لك سهم زي كده. بعد ما نضيف الصور بيقول لك اضافة الصوت، ندوس عليه زي كده ونضيف الصوت اللي احنا عملنا له سيف في الاول خالص اللي هو اول واحد ده. وبعد ما ضفنا الصوت هندوس على المؤقت اللي هي على الشمال دي، ندوس على ابدأ التصوير. واول ما يقول طب المشكلة فيا ولا فيك، هنبدأ ان احنا ندوس جامد كده على الصور عشان ايه الصورة تمشي بسرعة زي ما انتم شايفين. تابع الشرح. اهم حاجة اول ما تبدأ الاغنية بنبدأ ان احنا ندوس جامد كده على الصورة عشان الفيديو يطلع معانا، ودي هتكون النتيجة بتاعة الفيديو. وندوس على حرف الايه اللي هي النص اللي فوق ده عشان نبدأ ان احنا نكتب طب المشكلة فيا ولا فيكي على اول صورة بالظبط. هندوس عليه زي كده وهنكتب طب المشكلة فيا ولا فيكي، تمام. اهم حاجة تمشي معاها خطوة بخطوة عشان الفيديو يطلع معاكم مظبوط. لو في اي مشكلة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ويلا بينا نكمل بقى الشرح، تمام. بعد كده هندوس ايه على تم، بعد كده نبدأ ان احنا نظبط المكان اللي احنا عايزين فيه الكلمة مثلا، وبعد كده ندوس عليه ونختار تعيين المدة، وهنعينها عند اول صورة بالظبط، اول صورة نحط فيها الكلمة دي، بعد كده ندوس على علامة الصح بس كده هتكون النتيجة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك او اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنوصلك كل فيديو جديد ينزل هنا على القناة. ولو عايزين اشرح حتى نكتب لي تحت في الكومنتات، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.